للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر سكايب من برلين الدكتور رضوان قاسم الكاتب والباحث في الشؤون الدولية. دكتور رضوان مرحبا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. يعني محاكمة ترامب جعلت بعض المراقبين يصفون نظام العدالة الأمريكية بأنه ربما مزدوج أو لديه ازدواجية. الآن هذه الوثائق تجعل بعض المراقبين يصفون النظام المعلوماتي أو الأمن المعلوماتي داخل الولايات المتحدة بأنه هش ولا يستطيع الحفاظ على المعلومات والسرية. ما رأيك في تسريب هذه الوثائق؟ تحياتي لك ولمشاهدي قناتكم الكريمة. واضح أن المصائب تنهال والفضائح تنهال على الولايات المتحدة الأمريكية واحدة تلو الأخرى، وكل واحدة أكبر من الثانية. حقيقة الوضع الأمريكي اليوم ليس فقط فيما في السياسة هو هش، ولا في العسكرة هو يعني يعني المواضيع العسكرية هو هش، أيضا في المسألة الأمن القومي الأمريكي. تسريب هذه الوثائق يدل على الكثير من الدلالات على أن الاختراق في الداخل الأمريكي وفي الأمن القومي الأمريكي وفي الكونغرس الأمريكي والبنتاغون هو إلى أبعد الحدود، وممكن أن تكون هنالك فضائح كثيرة بيد كثيرين يستطيعون الدخول إلى أي مكان في الداخل الأمريكي وفضح أسرارهم وفضح كل ما لديهم من معلومات. هذا يدل على فعلا على هشاشة الأمن القومي الأمريكي وما لديه من قدرات التي كان يعتبرها إنها الأولى في العالم. الموضوع هنا أريد أن ألفت النظر أن بدأ الحديث عن أن هذه المعلومات يعني مغلوطة أو يعني متغير بعض الشيء فيها وأنها غير واقعية وغير منطقية. هذا كله لتضليل الفعل الحقيقي والأهمية الحقيقية في تسريب هذه المعلومات. ليس المهم ما في داخل المعلومات، المهم أن هذه المعلومات سربت وإلى أين سربت، ليس إلى وجهة دولة معينة حتى تبين أنها قدرات سبرانية أو خروقات أمريكية أمنية إلى هذا أو ذاك، إنها سربت إلى الرأي العام، إلى وسائل التواصل الاجتماعي. يعني أصبحت هذه المعلومات والبنتاغون والقيادة المخابرات الأمريكية أصبحت ألعوبة بيد الناس. يعني ممكن أي إنسان أن يدخل إلى مواقعها ويعرف ماذا يحصل مجرد فقط تسريب معلومة من هنا أو من هناك. يعني أهمية الموضوع ليس في المعلومات في الداخل هذه الوثائق، الأهمية في التسريب وكيف نعم. سربت هذه الوثائق. طيب. هذه الضربة القاتلة للاستخبارات الأمريكية ستجعلها في يعني وضع فاضح جدا، وربما سيذهبوا إلى الاتهام والاتهام المضاد. أول اتهام كان لروسيا، لكن صحيح. لا نعرف إذا طيب. كان سيكون هنالك اتهامات في الداخل الأمريكي. نعم دكتور رضوان، الانعكاسات أو التأثيرات والتداعيات لتسريب هذه الوثائق سنناقشها بكل تأكيد، ولكن أريد مناقشة المسألة المتعلقة بتوجيه الاتهام إلى روسيا فورا. موسكو حتى الآن لم تعلق، وأيضا البنتاغون لم تعلق بشكل واضح حول تفاصيل هذا التسريب. ما رأيك في مسألة اتهام موسكو وتزوير بعض المعلومات المتعلقة بالقوات الروسية والأوكرانية في حرب أوكرانيا؟ اولا هذا اسهل ما يكون للهروب من المسؤوليه، يعني انه يقال ان هذه التسريبات اتت من روسيا حتى يقال انها هجوم سبراني او اقله اختراق الكتروني لبعض المعلومات وسربتها روسيا. هذا اسهل اتهام ممكن ان يبرر الضعف والوهن الذي اصيبت فيه قياده المخابرات الاستخبارات الامريكيه. هذه نقطه. النقطه الاخرى ان يقال انها يعني ملتعب او متغير في بعض المعلومات، هذه تهمه باطله واساس ليس لها يعني من الصحه ولا يمكن البناء عليها. ومن قال ان هذه المعلومات ليست صحيحه 100%؟ هل هنالك دليل واقعي منطقي يدل على ان هذه المعلومات قد تغيرت، ام انها واقع حقيقي وهي مجرد فقط حتى لا تفضح الولايات المتحده الامريكيه ولا تفضح اوكرانيا ولا تفضح حلفائها بان كل ما كانوا يسربونه في الاعلام هو هراء، هو ليس له اساس من الصحه، والمعلومات الحقيقيه هي في داخل مقراتهم وفي داخل استخباراتهم، وان نسبه الخسائر لروسيا هي قليله جدا مقارنه بالنسبه لاوكرانيا. يعني كل هذه الاتهامات الى روسيا هذا يعني لا يبرر الضعف. نعم.
ولا يبرر السقوط في التي سقطت فيه الولايات المتحده الامريكيه، ومن يقول انه ليس هنالك مثلا من يؤيد ترامب وسرب هذه المعلومات فقط لضرب صحيح. الحزب الديمقراطي الحاكم، وهذا هذا كثير من الاتهامات. نعم، وهذا ايضا محور اخر، يعني لماذا اختارت الولايات المتحده او هؤلاء المسؤولون الامريكيون اختاروا روسيا لتوجيه الاتهامات اليها، في حين انه هذه الوثائق تتضمن ايضا ما يتعلق بالصين وعلاقة الولايات المتحدة بالصين وما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، وهناك أيضا أزمات داخلية في الولايات المتحدة كان آخرها ما حضرتك ذكرته المتعلق بالحزب الديمقراطي ومحاكمة ترامب وأمور كثيرة في الداخل الأمريكي، فلماذا ولأي استنادات وجهت الولايات المتحدة هذا الاتهام لموسكو بداية؟ كما ذكرت لك هذا أسهل ما يكون للهروب من المسؤولية. أولا لم يتم أي تحقيق في هذا الموضوع حتى الآن، وزارة العدل بدأت بالتحقيق حتى تعرف من وراء هذا التسريب، وهذا أيضا بحد ذاته يعني ما أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية يدحض اتهامها. يعني أنتم تتهمون روسيا ولم تبدأوا بالتحقيق أصلا، ومن قال أنه ربما شخص يعني عادي يعمل في الكمبيوتر أو في ما، يعني نحن نعرف أن اليوم المعلوماتية أصبحت متوفرة بيد كل مواطن بيد كل إنسان، ومن قال أنها فقط روسيا هي تملك هذه القدرة؟ وإن كانت هذه فضيحة فالفضيحة الأكبر إذا كانت روسيا، يعني هذا يدل على أن الاختراق الروسي للداخل البنتاغون وداخل المخابرات الأمريكية هو كبير وكبير جدا. يعني روسيا تعرف عنكم كل شيء، يعني إذا كانت روسيا مصيبة، إذا كان غير روسيا مصيبة، وإذا كانت روسيا مصيبة أكبر. هذا الاتهام فقط مجرد للفت النظر، والحقيقة أن كل الدول يعني المعنية بهذه الوثائق ممكن أن تكون متهمة. أضيف إلى ذلك أن الداخل الأمريكي هو الأقرب، يعني هنالك صراع كبير ما بين الجمهوريين وبين الديمقراطيين، مؤيدو ترامب موجودون في كل الإدارات الأمريكية، ومن قال أنه ليس مؤيدا لترامب بالداخل مركز المخابرات فضح هذه الوثائق أو سرب هذه الوثائق لتكون ضربة للديمقراطيين. يعني حتى أصلا إسرائيل، نحن نعرف العلاقات بين جو بايدن ونتنياهو متوترة إلى أبعد الحدود اليوم كذلك، ومن قال أن ليس هنالك من يساند إسرائيل أو من يريد ضرب الجمهور الديمقراطيين اليوم سرب هذه المسائل. يعني الاتهامات ممكن أن توجه في كل اتجاه، لكن اتهام روسيا هو الأسهل لنفس الأنظار ليس إلا، وليقال أن هذا الموضوع هو حرب ما بين روسيا وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا جزيلا لك دكتور رضوان قاسم الكاتب والباحث في الشؤون الدولية، كنت معنا عبر سكايب من برلين، شكرا جزيلا لك.